For many people, technology has become the number one resource of getting more knowledge, skills, and many other things nowadays. That's why we are proud to provide our new mega project, Vegar Digital Learning Hub, VDLH. VDLH is a digital service that helps organizations to continue their learning journeys for their employees by providing learning solutions that needed for mastering different knowledge and skills for greater performance through various updated and important topics. مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم لانضمامكم معنا. اكتبوا في مربع درجة إذا كنتم تستمعون جيدا. نحن مسرورون جدا اليوم كما وعدناكم، فنحن نقدم هذه الويبينار الثالثة من سلسلة من جلسات الويبينار التي نحضرها لمعشر كندا كجزء من مسؤوليتنا في Vegar Enterprise لمساعدة الجميع في التغلب على هذه الأوقات الصعبة. ونحن فخورون أيضا بأن نعلن هذا الهب أو المحور الجديد لنا الذي سيساعد الأفراد والمؤسسات أن تساعد في متابعة تعليمها في أي مكان في أي وقت في أي مكان في العالم. ونرجو أن نرحب بضيفنا اليوم لهذه الجلسة اليوم، فهو يعرف ويفهم الشركات وكيفية القيام بتطوير الأعمال في أوقات التغيير الكبيرة جدا. لديه شغف كبير جدا لترجمة هذه الخبرات العملية التي تراكمت لديه على الأعمال، وهو المؤلف المشترك لبيبوك، كتاب بيبوك، وهو قام بإجراء ورش عمل فيها الكثير من النشاط والمشاركة حول هذه القصص المثيرة للإهتمام. كونوا قادة وكونوا مشتركين وكونوا قادة مبتكرين، كلها تتبع هذه الأفكار. لأي منظمة تتبع هذه الأدوات كسر استخدمها كلغة عامة. أرجو منكم أن ترحبوا بالسيد بول ريغبي. بس شغل الصوت من عنده يبدو. نحن نتحقق من الصوت مع بول، وبول سيكون معكم في خلال ثوان. أرى الكثير من ردود الفعل الآن والكثير من الرسائل هنا، هذا رائع. شكرا لك بول. راح اهلا بكم بالتغيير، اهلا بالتكنولوجيا. انا اخبركم شيء واحد، انا اكره التغيير. ساعطيكم خمس ملاحظات حول كيفية التغيير. هذه عبارة عن ويبينار قصيرة، سنحاول أن نلقيها قصيرة ومباشرة إلى النقطة التي نتحدث عنها، وسنحافظ على اهتمامكم خلال 30 دقيقة وما إلى ذلك. في كل لحظة يكون لديكم سؤال يمكن أن تكتبوه في مربع الدردشة وسأعطيكم أفضل جواب لدي. لكن قبل أن نتابع، الآن من الحق أن نقول يمكن تروا الشرائح بنفسكم. أرجوكم أن تبقوا في بيوتكم وأن تكونوا آمنين وتبقوا آمنين. وأنا فخور أن أقول بأنه في جزيرة الصغيرة كل شخص هنا متبع التعليمات
عدد قليل جدا من الناس في الشوارع، وكل الناس يحافظون على المسافة الاجتماعية في الأسواق. أنا لم أذهب إلى الأسواق أو المحال خلال أسبوعين، نطلب الطلبات وتتم توصيلها. نحن نحصل على كل شيء يتم توصيله ويوضع على درج نأخذه. أرجو منكم أن تبقوا في البيت كما يقولون، احترمونا ولا تقومون بنقل العدوى لنا. هذه كمقولة كرر. لأتعرف على بعضنا البعض الآن، عليكم أن تعرفوا، لا أستطيع أن أعرف طبعا عشرات مئات الأشخاص في ذلك. من خلال مقدمتي فأنا المؤلف المشترك لكتاب ذا بي بوك، كتاب النحلة، وخلال ذلك الآن لا أريد أن أتكلم كثيرا عني اليوم، أريد أن أتكلم فيه حول ذلك. الهدف اليوم هو زيادة مدى الإلحاح لإشراك الناس في أو إشراك الأشخاص. الإلحاح هو أساس للتغيير، بدون أن يكون هناك إلحاح أي تغيير نريد أن نرغب في تغييره سنعاني. فهذه فلسفتي في ذلك. فإذا كنت تريد من أشخاص أن يقوموا بإجراء التغيير، لا يهم أي كان التغيير، عليك أن تشركهم. لهذا السبب أود أن أتحدث عن زيادة الإلحاح في إشراك الأشخاص، إشراك الناس، وسأنتقل إلى هذه النقطة الآن. إذا أردت من الناس أن يقوموا بما تريد أن يقوموا، يمكن أن تخبرهم أن يقوموا بذلك، وقد يستمعوا إليك لأن لديك السلطة كرئيس أو كمدير عليهم، ولكن قد لا يجرون ما يفعلون. ولكن السؤال، هل حقيقة نحتاج إلى التغيير؟ هل هذا هو السؤال؟ هل حقيقة نحتاج إلى التغيير؟ هل يمكن أن تكتبوا مباشرة على مربع الدردشة؟ هل تعتقدون أن نحتاج إلى التغيير حقيقة؟ غالبا أسأل هذا السؤال، الناس يقولون نعم نعم نعم، ولكن نريد أن نعرف لماذا نريد أن نغير. جربوا هذه الأشياء وبالتالي ستعطيكم بعض الأشياء. مثلا يسحبون العربة بعجلات مربعة، يحاولون عجلات مدورة، فهل هذا الوقت المناسب للتغيير؟ هل هذا الوقت المثالي للتغيير؟ تصويت أو استطلاع رأي قصير. متى هو الوقت المناسب والمثالي للتغيير؟ هل يمكن أن تكتبوا إجاباتكم على هذا التصويت في مربع الدردشة؟ ما هو أو متى هو الوقت المثالي للتغيير؟ غدا، الآن، عندما نكون جاهزين، أو أمس؟ ستة وستين، أربعة وستين، 66، معظمكم يقول الآن، ولكن تقريبا حوالي 22 عندما نكون، بالمئة يقولون عندما نكون جاهزين. وبعضهم كتب أمس، بعض الأشخاص يقولون أمس أو قالوا أمس، وثلاثة بالمئة غدا. أعتقد أن شيء من كل ذلك ما أحاول أن نصل إليه الآن، متى يكون الوقت المثالي للتغيير؟ الآن، هذا ما أريد أن أقوله، الآن هو الوقت، أو جواب على ذلك. الآن هو الوقت المناسب أو المثالي للتغيير. سأنهي هذا التصويت لأخبركم بشكل سلسلة. 3% غداً، والآن 62%، وعندما تكونوا جاهزين تقريباً حوالي 27%. إذا 5% كان ثلاثة بال حوالي 5% كان غدا. أنا أعرف أن الكثير من الناس يشاهدون في خلال هذه الورش التفاعلية والجلسات الويبينار التفاعلية. من الصعب عندما تكون مباشرة وجها لوجه، يمكن أن تحصلوا على طاقة من الطاعة. الآن في الحقيقة فأنا أحاول أن أحصل على طاقة التفاعل من خلال الكمبيوتر. فالوقت الغير، ما أود أن أتحدث عنه الآن هي الخطوات الثلاثة للتغيير: التحضير، الإشراك، والتنفيذ. لماذا الأخضر؟ لأن الأخضر تعني اذهب، والتنفيذ هي أحمر. وعندما يحصل ذلك، فربما لا نحصل على ذلك ولا نقوم بالتنفيذ اليوم، نقوم بمرحلة التحضير الآن. إذا سمحت لي سأتابع بذلك. سمعتم هذا التعبير، فكروا خارج الصندوق كتعبير. هو 99 في مصطلح في التسعينيات، علينا أن نقوم بتكييفه وتعديله في الوقت الحاضر. ما أريد منكم أن تخرجوا من الصندوق وتبقوا خارج الصندوق. إذن ابقوا خارج الصندوق. لماذا أقول ذلك؟ لننظر في الشريحة التالية.
في منطقة الراحة لديكم لا يحدث السحر، يحدث السحر عندما تخرجون خارج منطقة الراحة الخاصة بكم، كما أقول مثلا بالأيس هنا في أعلى الشريحة. منطقة الراحة هي مكان جميل جدا، لكن لا شيء ينمو فيها، لا شيء يترعرع فيها. فأنا أسافر كثير، ربما أسافر كثير، ممكن أود أن أعود إلى مارين آيلاند وأعود إلى بيتي. هذه منطقة الراحة لدي، ولكن عندما دائما أخرج أو أنظر خارج منطقة الراحة، ويخصني أن أذكركم أنني انتهيت من كتابة كتاب الآن، كتاب جديد ذا بي بوك 2، واستغرق مني ذلك، اخرجني ذلك عن منطقه الراحه الخاصه تقريبا حوالي سنه لكتابته. انا الان في مرحله التلقيح والمراجعه، وانا مسرور جدا لذلك. في ما يتعلق التغيير مع هذا التحول الرقمي، يتعلق الامر بعمليه التحول، وهو نوع خاص او صعب من التغيير. فتعلم ذلك ان نكون خارج منطقه الراحه، ولكن هي ذلك عزز عملية التعلم لدي، وبالتالي طور هذا الأمر لي. هذا اختبار قصير لديكم، في اكتب في المربع الدردشة ما الذي يمكن أن تضعوه في المكان الفارغ؟ كان إشارة الاستفهام 1 3 5 في الأعلى 2 4. ما الذي يمكن أن يكون مكان علامة الاستفهام؟ إذا ماذا تعتقدون أنه في المربع السادس مكان إشارة الاستفهام يمكن أن تضعوه؟ أرى بعض الأشخاص قد لا يستطيعون بشكل يسمعوا بشكل جيد. إذا بعضكم رأى ذلك، إذا قلتم ستة ليست ستة، الجواب ليس ستة. ما عليكم أن تقوموا به، عليكم أن تفكروا خارج الصندوق. بعضكم يقول مثلا ثمانية، أريد أن أعيدكم من المدرسة لتعلموا الحساب. إذا 1 3 4 2 4 8. إذا هذه الدردشة فيها أفكار مجنونة جدا، هذه تعطيني المزيد من الطاقة الآن. ثلاثة رشيد، ليست ثلاثة رشيد، ليست الجواب ثلاثة. أعتقد أن بعض الأشخاص يقولون 1 2 3 4 يسمى. إذن سأعرض عليكم الجواب، جاهزون؟ توقفوا عن الكتابة في مربع الدردشة. الجواب هو R. كيف وصلنا إلى R؟ الذين يقودون السيارات. عليكم أن تفكروا خارج الصندوق، لأن إذا كل شخص فكر بشيء لا أحد يفكر نفس الشيء، لا أحد يفكر بطريقة مختلفة. هذا هي النقطة المهمة جدا. اسمحوا لي أن أخبركم هذه القصة القصيرة عن الفيل وراكب الفيل وعن المسار. الفيل كما يمكن أن تروا هنا في الصورة، يمكن أن تروا النحلة هي والراكب هنا يمثل الجانب العقلاني، والفيل هو يمثل الجانب العاطفي. والاتجاه في الأسفل تجدونه على السهم الموجود. ما أريد أن أخبر الأشخاص أو الناس هو إذا كنتم تتخذون القرارات كلها مبنية على المشاعر، فإذا كان الفيل يريد أن يذهب إلى اليسار والراكب يريد أن يذهب إلى اليمين، أي طريق مسير فيه تريدون أن تتحقق تكتبوا في مربع الدردشة. إذا كان الفيل يريد أن يذهب إلى اليسار والنحلة الراكب تريد أن تذهب إلى اليمين، في أي طريق نذهب؟ في اليمين أو إلى اليمين أو إلى اليسار؟ لاحظوا الحجم مختلف، الحجم مختلف بين الفيل وبين النحلة الراكب. إذا الفيل أراد أن يذهب إلى اليسار والراكب النحلة تريد أن تذهب إلى اليمين، في أي اتجاه نسير؟ شكرا وفاء زوكي. No way أن نذهب بدون اتجاه، أعتقد أننا لابد أن نسير في اتجاهين معا. لماذا تقرأ ذلك؟ انظروا إلى الحجم، لاحظوا الحجم، فالنحلة هي مخلوق صغير جدا والفيل كبير الحجم جدا. فنحن عادة نفترض بأننا سنسير باتجاه الفيل، بل أن لا نقوم بإيذائه بالعصي أو بعض الوخز التي يستخدمه عادة من يقود الفيل في ذلك. داخل الشاشة الأمور مجنونة جدا في الأفكار التي تأتي بالدردشة. ترون الفيل حجمه كبير جدا، ونفس الشيء مثل المشاعر. عادة نمطيا في الأعمال نحن نتخذ القرارات بناء على المشاعر.
لهذا السبب يفشل غالبا التغيير، لأننا عادة نتكلم مع الراكب ولكن لا نتكلم مع الفيل. لذلك نعرض هذا الأمر بشكل موسع. مع فيروس الكورونا تغيرت الأمور بشكل كبير جدا، لكن قبل الكورونا كنت تفكرون مثلا بأن الأطباء والممرضين سيغسلون أيديهم بشكل منتظم، ولكن بعد أن أجريت دراسة لسنوات وتعتقدون لماذا دائما نتكلم عن الأطباء والممرضين يغسلون أيديهم؟ العديد من الأطباء عليهم أن يروا ربما 10 مرضى في الساعة الواحدة، ولكن ما الذي يفعلونه ليقوموا؟ ينسون أحيانا أن يغسلوا أيديهم من عندما يدخلون من مريض إلى آخر. وإذا فكرتم بهذا الأمر، لماذا هناك الكثير من الأشياء؟ لأن بسبب الجراثيم التي تأتي على أيدي الطبيب أو شنو، إذا كنت مثلا فأن تقوموا بغسيل أيديكم باستمرار كمريضين وكأطباء. ما نقول به، فنحن نحتاج أن نقوم بتوجيه الراكب. نحن نعرف أن الأطباء والمريضين تم إخبارهم أن يقوموا بغسل أيديهم، ولكن علينا أن نوضح لهم وننذرهم الأسباب وراء غسل أيديهم بشكل مستمر. علينا أن نعطيهم الرغبة أو نولد لديهم رغبة أن يغسلوا أيديهم. في حالة الأطباء من السهل نشرح لهم في إنقاذ الحياة وإنقاذ حياة المرضى الآخرين الذين يشاهدونهم. بعد ذلك علينا أن نعطي الوضوح وبعدها الرغبة أو القرار، الرغبة في ذلك. لماذا نحتاج نعطيهم هذا السبب التغيير؟ وأجعل الأمر سهلا جدا، أي تسهيل الأمر عليهم. إذن وضوح، الرغبة، والتسهيل الأمر عليهم من خلال بعض الأشخاص لدي بعض المشاكل في لا يستطيع السماع. أرى في مربع دردشة بعض الأشخاص يسمعون جنان. إذا الوضوح، الرغبة، والسهولة. لنأخذ كل خطوة لوحدها. علينا أن نوجه الراكب، هذا بسيط جدا، هذه المقاربة العقلانية المنطقية. ومن ثم علينا أن نقوم بتحفيز الفيل، المشاعر، جانب المشاعر يجب أن تأتي من القلب لجعل الأمر ينجح. إذا تحفيز الفيل، ومن ثم تشكيل أو صياغة المسار. إذا تشيف هيردل عبارة عن العقبة، تعرفون العقبات أو سباق الحواجز، هيردل الحواجز التي تكون في طريق التقدم. وعلينا أن نحدد المسار الذي يسير فيه الفيل ونعطي المسار لذلك. إذا نقوم بتوجيه الراكب، أن نحفز المشاعر الفيل، ومن ثم نحدد المسار أو شكل المسار. وإذا كان كل واحد جميعنا فيه، لأن دائما نبي شيء معين، إذا كان يمكن أن نقوم بتحديد الجانب العقلاني والعاطفي والجانب الاتجاه، فغالبا سيكون النجاح حليفنا. ولذلك تأكدوا أن يكون هناك هذه الأشياء التي نحافظ فيها على الشيء، المحافظة على الإلحاح بالحاجة للتغيير. سيكون لدينا معاناة إذا ما حافظنا في أي تغيير نقوم به، سواء كان صغيرا أو كبيرا. ما أود أن أقوله بأننا علينا أن نرى ونشعر بالتغيير. علينا أن نرى ونشعر بالتغيير. نحن لا نقوم بذلك بما يكفي، لهذا السبب الكثير من الفشل يفشل، الكثير من التغيير يفشل. إذن هي أن نرى بالتغيير. هناك أشياء تعتبر شروط أساسية لتحقيق التغيير، فهي الإلحاح الحقيقي. فيمكن أن ترون خلفي هنا على مكتبتي كلمات البازفا، ليس الشرائط الموجودة، يمكن أن تروا أنها موجودة فيها زهور وأشياء مختلفة، يمكن أن يروها ويشعروها ويكون هناك إلحاح لشيء معين. ليست هناك مشكلة في هذا الأمر. في أحد الأيام كان لديهم هذه الزهور، في اليوم التالي كانت الأرض قاحلة ليس فيها أي زهور. إذا لدينا حالة إلحاح هنا، يمكن رأوا ذلك وشعروا به. سأعطيكم مثالا آخر. لدي بعض القفازات هنا مع الكورونا، الكثير من القفازات، تكون هناك دائما القفازات موجودة ربما قد تعرفها. أحب هذه القصة لمايك سليفان. هناك شخص كان يحاول أن يوصل الرسالة إلى، كان رئيس توريدات، وكان يريد أن يوصل الفكرة أو رسالة إلى مديره. استمعوا، لدينا الكثير من القفازات، لدينا هذا النوع مجموعة ب $17، ولدينا مجموعة أخرى ب $4.
هي نفسها نفس القفازات. إذا ما هو الفارق؟ ما الذي لا أحد يستمع إليه؟ لأنه دائما كان يحاول وضع جزء كبير جدا، مجموعة كبيرة جدا من القفازات، واحدة ب 17 دولار وواحدة ب 4، والأشخاص دخلوا إلى رفع. إذا لماذا نحتاج إلى القفازات هنا؟ هذه هي نفس القفازات، ولكن هناك فارق ب 13 دولار منها. فهذا أثار الجانب الإلحاح، لماذا نقوم بذلك؟ ومن خلال بعد 3 شهور من المحاولة لإيصال رسالة لهم، توصل أخيرا بعد 3 شهور من محاولة توصيل الرسالة لتعديل سياسة المشتريات، يعني لأنكم استطاعوا أن يروا ويشعروا بذلك، فتحقق التغيير بذلك. قمت بذلك في شهر فبراير في الأيام الجيدة. ذهبت قلت لهم عليكم أنتم تستخدمون الكثير من الأوراق، قالوا لا، فإحنا نستخدم الكثير من الأوراق، فأنتم تستخدمون الكثير، أنتم تقومون بطباعة الإيميلات، تتكلمون عن شركة كبيرة جدا وتقليل التكلفة وغيرها، أقوم بتمرين سريع جدا في فترة الاستراحة، استراحة الشاي. وذهبنا إلى فريق المالية وقسم المالية، كمية الأوراق التي يستخدمونها في الشهر؟ يستخدمون 25 صندوق من الأوراق، وهناك 5 مواعين ورق في كل واحدة، تقريبا 125 معون ورق. فهذه تكلف تقريبا حوالي 4000 دولار للأوراق في الشهر، وأنا قلت هل هذه الحالة؟ لا، أريد أن أرى ذلك وأن أشعر بذلك. طلبت منهم أن يحضروا لي تقريبا حوالي 20 صندوق، 20 صندوق فارغ، وقمت بوجهها. يمكن أن تروا الصناديق الآن، هذه هي كمية الأوراق التي تستخدمونها كل شهر. سأنا أخبركم الآن، يستخدمون 4 صناديق أوراق فقط، فهذا توفير كبير جدا، وهذا يوفر مبالغ لدفعها للرواتب. عليهم أن يروا ويشعروا بذلك، لإبقاء الإلحاح مرتفعا. لزيادة الإلحاح، ما الذي ينبغي أن يفعلونه؟ ما الذي يجب على الأشخاص أن يفعلوه أو على المرأة أن يفعلوه؟ هل يمكن أن تجيبوا عن هذا السؤال في الاستطلاع؟ إذا اغسلوا أيديكم بشكل منتظم، عليكم أن تروا وتشعروا بالتغيير وأن تنظروا في ترى الفيل. أريد أن أرى النتائج، أريد أن أرى نتائج هذا الاستطلاع عن هذا السؤال. إذا 1% أن نرى ونشعر بالتغيير، بالحاجة للتغيير، علينا أن نرى ونشعر بالتغيير وأن نظهر أو نبين المسار للفيل. إذا أغسل أيديكم بشكل منتظم، كرر كرر كرر. أنا أوصي بأن تغسلوا أيديكم بشكل منتظم وتكرر فيها، خاصة في هذه الأيام. ليست هناك مشكلة في التكرار، ما نسميه الحروف سي الأربعة للتواصل. علينا أن نكون واضحين وأن نوصلها ونكررها تكرارا مرارا وتكرارا، علينا أن نرى وأن نشعر بالتغيير، أن نري أو نوجه الفيل الغرفة بأن تقوم ب الجواب الحقيقي هو أن تقريباً 82% حصلوا على علينا أن نرى ونشعر بالتغيير. هناك ربما تأخير قليل بالتكنولوجيا لحصول على الإجابات، لكن سننتقل إلى النقطة التالية. كيف يمكن أن نجعل الأشخاص يعملون ما نريد منهم أن يفعلوه؟ علينا أن نقوم بإشراك الأشخاص. نحن نقوم بدفع الأمور تسير بشكل جيد. هذا ما نتحدث عنه الآن، هي أن يقوم هناك بوضع أشياء مهمة جدا. في هذا التعبير الذي لا أحبه، سمعتم عن التوازن بين الحياة والعمل. هل هناك أي شخص يمكن أن يتحقق من ذلك؟ كتنين أو رنين أو ذوي موجود في ذلك، فهذا يعني أن توازن. التوازن يعني أن الطرفين نفس الشيء. أنا لا أعرف في الحياة، أنا في عملي وأنا أحب عملي وأستمتع به وأعتقد أن لدي حياة رائعة، ولكن لا يمكن أن أقول أن هناك توازن فيها. أنا أعمل أحيانا ساعات طويلة جدا. لا لا،
أحيانا أعمل بساعات طويلة جدا، أحيانا أعمل لساعات أقل جدا. اليوم أنا أعتقد أن هناك الكثير من الأمور تسير في حياتنا تحت فحتنا، معظمكم قالوا لا في حياتنا في أن يكون هناك توازن، في توازن بين الحياة، بين العمل والحياة. رأيت شخصا قال عندما كان في البيت لأنه دائما على سكايب، عندما يسافر ندى تعمل، هي عبارة عن خيارات بين العمل والحياة. ليس لدينا التوازن الآن. إذا كان هناك أي شخص لديه توازن يمكن أن يكتب كتابا حول هذا الأمر، وهذا سيجعله مشهورا. ما أعتقد به هو أن أعتقد أن هناك معادلة الحياة والعمل، هذه الطريقة لإشراك الناس. لدي معادلة مختلفة لديكم، إذا فهمتم ما هي هذه المعادلة بين العمل والحياة يمكن أن تفهموا كيفية إشراكي. فأنا قد أقول مثلا 20 شيء أريد أن أسوي شيء في الحياة، أريد أن أعمل بجد، أنا أقوم بالتزامات عديدة أو شيء. إذا فهمتم مثلا تقريبا حوالي 14 أو 15 ساعة في العمل، هذا هو خياري وهذه معادلتي في بين العمل والحياة لتبسيط الأمر. أن أتزوج مثلا، أو ربما سأمضي وقت أطول في البيت عند بعد أن أتزوج يكون لدي أطفال أو شيء، وتقول مثلا أريد أن أصبح رئيسا مثلا أو المدير الأعلى أو الرئيس الأعلى في شركة، وبالتالي في هذه الفترة سأعمل ساعات أطول. ففلسفتي في الحياة هي أن نفهم ما هو عمل، ما هي المعادلة بين العمل والحياة لكم ولأطفالكم ولزملائكم ولأهاليكم. لأي شخص يمكن أن تهتموا به اسألوهم أو تحملوا ما هي معادلة العمل الحياة منهم. إذا فهمتم المعادلة بين هذين الطرفين سيكون لديكم وضع أفضل لإشكالهم. أنا أسميها معادلة الحياة والعمل، ودائما سيكون هناك جانب أعلى من جانب أو جانب أكثر من جانب. الآن الحياة ليس فيها كثير من العمل بالنسبة لنا، وأنا أميل للعمل بشكل كبير جدا ونعمل من البيت، ولكن سفرياتي كانت تم تخصيصها بشكل كبير جدا، ورحلات الطيران من كنزي في مكان عشي توقفت في متوقف حتى نهاية مايو، حتى إذا كنت أريد أن أسافر لا أستطيع السفر، وبالتالي سأستخدم هذا الوقت لكتاب الكتاب. الآن أقوم بمراجعة وتنقيحه، تنقيح الكتاب سأعرض صور عليه. ربما عادة أقوم بالعمل ساعتين ثلاث ساعات أكثر ما أقوم به. فالآن معادلة الحياة والعمل بالنسبة لي مختلفة في ذلك، لأن بسبب هذا الفيروس يضغط علينا بشكل كبير جدا، لا أستطيع أن أخرج، لا أستطيع أن أتجول أو شيء، وبالتالي لا أستطيع أن أذهب إلى الأسواق والمحل وغيرها. إذا عملي أو معادلة أو التوازن بين الحياة والعمل بالنسبة لي فيها الكثير من العمل، وليس هناك متعة أو لعب. وسقمنا حتى من مشاهدة البرامج على نتفليكس لكثير منا. كل شيء في الحياة عليكم أن تتذكروا أن نخلق منطقة راحة للأشخاص الإيجابيين من خارج أو اللحظات المختلفة عن الأوقات التقليدية أو الاعتيادية. تقريبا هناك 15 دقيقة من طيران عبر البحر، ولكن المياه 10 دقائق، لا أستطيع أن أدفع لي رحلة لذلك. الملاحظة الثانية، علينا أن نخلق منطقة راحة ما الذي نعنيه positive outliers، هو شخص يكون يتخطى القيود أو يتخطى الحدود الموجودة. إذا لم يكن لدينا، لو إذا كان لدينا شخص مثلا في ذلك، نتكلم عن مركب وهناك أربع أجزاء في المركب، هؤلاء الأشخاص يحاولون أن يغرقوا المركب، وهؤلاء الأشخاص الذين نسميهم مثلا العمال النائمين أو الكامنين، والأشخاص في مقدمة القارب يقومون بال20% التي ستعطينا 80% ما نريده. وبالتالي علينا أن نركز عليهم ونقوم بإشراكهم أولا، لأننا إن لم نقم بإشراك الأشخاص في مقدمة القارب سيغادرون، أي بمعنى سيغادرون شركة أخرى. إذا هؤلاء هم الأشخاص الإيجابيين الذين ينجزون أكثر مما هو مطلوب منهم. عليكم أن تخلق منطقة راحة بالنسبة لهم. لا ماذا مثلا بور دائما يأتي بابتسامة على وجهي، فهذه منطقة أنا أشعر بأنني أستطيع أن أعبر عن نفسي بشكل أفضل وأتخطى الحدود والقيود المعينة لذلك. أول عمل كان لي في الجامعة، قالت رئيستي لي علينا أن نجري محادثة، فالشباب عدائيين الآن في ذلك. قال رئيسي لي
فأنت تعمل بجد كبير دون هذا، يجعلنا جميعا نبدو أغبياء. فهل أنت جاد فيما تقوله؟ اذهب إلى بيتك في الساعة الخامسة. إذا استمريت بعد أسبوع تقاعدت من تلك الشركة. علينا أن نخلق منطقة راحة للأشخاص الذين يقومون بأداء أكثر ما هو مطلوب منهم لنشركهم. فالعائد على الإشراك سيزيد العائد على الاستثمار. أعتقد أن جميعكم توافقون على ذلك. نعم، بالمطلق. أنا غالبا أقول للناس عندما نقول ما هو العائد على الاستثمار في هذه الورشة، هذا الأمر يعود إليكم أنتم العملاء، فأنا عامل البناء بالنسبة لكم أو نقطة البناء. أخبروني ما هو العائد على الاستثمار بالنسبة لكم. لكن أعتقد أن جميعا إشراك الموظفين بشكل أفضل يحقق نتائج أفضل، وبالتالي قمنا بذلك من خلال أن نقوم بالاهتمام بالأشخاص الذين يقومون بالأداء أكثر ما هو مطلوب منهم. كيف نقوم بإشراك الموظفين؟ هي عبارة عن لحظة الارتقاء. لحظة الارتقاء عندما أقوم بإعطاء ورشة عمل، عادة سأبدأ وسيكون هناك بوسترات في أنحاء الغرفة، تماما مشابه لما يمكن أن تروه خلفي هنا في غرفتي، ليجعل الأمر مختلفا. يدخل الأشخاص ويكون هناك أشياء على الطاولة، يكون مثلا ماذا يحدث هنا، وبالتالي يكون لدينا مسابقة قصيرة، وأعطيهم أشكال نحلات صغيرة جدا. نقوم ب مسابقة، وسأعطيهم مثلا ألعاب للطاولة التي تربح. قمت بذلك لأكثر من 50 بلد على مستوى الإدارات العليا، الإدارات الدنيا أو الوسطى وشيء. وبعدها ما أقوم به أحيانا، أقوم بالحديث عن النص الاجتماعي، هو جزء من الثقافة. عندما تأتي إلى قاعة تدريب عادة، ما الذي عندما تكون في وضع من هذا النوع؟ أريد أن أرى بعرض فيديوهات كثيرة وأكثر، لكن النص الاجتماعي هي الأعراف السلوكيات المتنوعة. أحيانا أذهب إلى ورشة عمل لا أقول أي شيء، فأنا أقوم بعرض فيديو. والناس كريم، لديك هديتين. ينظر الأشخاص إلي، ما الذي يجري هنا؟ أنا فقط أشغل الفيديو، بعدها سأطرح السؤال، بعدها أقدم نفسي أو أعرف بنفسي. النقطة من ذلك هي أن أقوم بتغيير حتى في البيت. مثلا بعض الأشخاص يقومون بالارتداء بدلات الوجه في يوم الجمعة، أحيانا يضعون بعض الأشياء خلفهم في أثناء اتصال السكايب. إذا حاولوا أن تقوموا بهذه الأشياء الثلاثة لكي تحقق لحظة الارتقاء. فالنص الاجتماعي هو عبارة عن توقع للسلوك النمطي. كيف تتصرف الآن؟ النص الاجتماعي أو التعليمات الاجتماعية والأعراف الاجتماعية المعروفة بذلك. فأنت تبقي تحافظ على المسافة الاجتماعية مترين إلى 3 أمتار، وبالتالي تقف في الطابور وتنتظر. هذا عبارة عن نص اجتماعي. ما الذي يعنيه بعد أن ينتهي هذا الفيروس؟ أنا هل سيرتدي الأشخاص الأقنعة والماسكات والقفازات وغيرها؟ هل نحن جميعا سنستخدم مطهر دائما ونحمله في جيوبنا؟ نريد أن نرى كيف ستكون عليه التصرف أو السلوك النمطي. علينا أن نفهم هذا السلوك النمطي قبل أن نقوم بتخطيه، وعلينا أن نقوم بتخطيه ليكون أفضل إيجابية أو في موقع أكثر إيجابية. عادة أتحدث عن ذلك. فهذه اللحظات عبارة عن المفاجأة الاستراتيجية، أشياء بسيطة جدا مثل أن تقوم بإعداد مثلا فنجان قهوة أو شاي لأحد الموظفين لديكم. أسميها المفاجأة الاستراتيجية. ترون في أسفل هذه الشاشة هناك باتلر. باتلر يستخدم هذه لولي بوبس صغيرة جدا، تقريبا هي 94%. ما الذي يحدث؟ ما يحدث في لوس أنجلوس، قام بإجراء مراجعة على برنامج تريب أدفايزر. سيعتقدون من هو تعتقدون أن بيفرلي هيلتون هو أفضل فندق 5 نجوم أو شيء، ولكن كانت عبارة عن فندق 3 نجوم في وسط مدينة لوس أنجلوس. لماذا مثلا حصل على كل هذه التصويتات 94%؟ لا نستطيع أن نفهم ما الذي يحدث. هناك شخص، هذا الشخص نسميه الباتلر، ولديه هذه لفة العنق البوني، وهي يقوم بتوزيعها
هي تتكلف سنت واحد كل واحد، لكن تتذكر الآن ستذكرون اللحظة التي لحظة الارتقاء، يتذكرون المفاجأة الاستراتيجية التي قدمت لهم. أستطيع أن أرى أشياء على مربع ضرب أشياء، يعطيها للأطفال ويأخذ الأطفال منهم ويستمتعون بذلك. هل تود لولي بوب؟ لا يتذكرون الأشياء المختلفة، أو يتذكرون فقط هذه الأشياء الصغيرة التي تقدم لهم. إذا ما هي لحظة اللولي بوب بذلك؟ أعمل أن أساعد ذلك. الملاحظة العامة أن تكون هناك لحظة أريد أن أسميها المفاجأة الاستراتيجية. الملاحظة الأخيرة، ما الذي تريد أن تراه؟ هذا ما نسميه، تريد من الأشخاص أن تكون الطاقة مشرقة من عيونهم، أو عيونهم مشرقة بالطاقة. لا يقومون بامتصاص الطاقة، يقومون بإشاعة الطاقة. يقوم مثلا، هل أنت مثلا مصرف للطاقة؟ هل تقوم بامتصاص الطاقة؟ أو هل تعطي الطاقة لمن حولك؟ عادة نوع من العلي، عليك أن تعطي الطاقة. لا تستطيع أن تقوم ب هذا بول ريكبي في اليوم سنتكلم عن تغيير، لأن بهذا النمط من الحديث أو بهذه الطريقة من الحديث سينام الأشخاص الحاضرين بذلك. علينا أن ندخل ويكون لدينا عيون مشرقة وبراقة بالطاقة لكي ننشر الطاقة في حولها. علينا أن نقوم بما تحبه، وعليك أن يأتي ذلك من قلبك، يتحدث من قلبك. عليك أن ترى وتشعر بذلك. تذكر هذا الأمر لإبقاء الإلحاح والأشياء الأخرى في لذبطم. شريك في الكتابة لديه 20 سنة من الرجال، وهو لا يحب التغيير أيضا، وكما قلت هو يترك قلبه وعقله عند الباب. هو في العمل لكنه لا يقوم بأي عمل. هذا ما نسميه مصاصي الطاقة، يمتصون الطاقة لديك، وهم حقيقة لا يقومون بشيء، فهم يأتون إلى العمل ليكسبوا راتبهم فقط من أجل الراتب. يتركون قلوبهم وعقولهم عند الباب عندما يدخلون إلى العمل. عندما تكون في المكتب يستغرق 20 ثانية فقط لعادة أو سلوك لكي تظهر أو تصبح منتشرة في المكتب. عليك أن تحدد أو تقرر، هل هذا سيكون إيجابيا أو أن سيكون سلبيا؟ ما تريده؟ هل تريد من الأشخاص بعيون براقة مليئة بالطاقة، أو شيء تريد من 20% من الشخص الذي في مقدمة القارة اللي ذكرته؟ تذكروا بأن الرحلة تبدأ الآن، الآن الرحلة تبدأ الآن، رحلتكم تبدأ الآن. علينا أن نعمل على ذلك باستمرار. هذا الأمر فيه صعوبة، لهذا السبب من خلال وضعت التنفيذ باللون الأحمر. هنا تتراجع عملية الإشراك ويتراجع الإلحاح في إجراء التغيير. لهذا السبب وضعتها باللون الأحمر في implement التنفيذ. علينا أن نقوم بأشياء أخرى، وعادة لن نقوم بتنفيذها بالكامل. إذا نظرتم الطريق متعرج كما ترون، الطريق سيكون دائما متعرجا وفيه مطبات كثيرة جدا. للخلاصة الآن، إذا كنتم تريدون أن ترفعوا مستوى الإلحاح أعطيتكم بعض الملاحظات، إذا كنتم تريدون إشراك الأشخاص لديكم أعطيتكم بعض الملاحظات، أما لا تسجلون وتكتبونها. عليك أن يكون لديكم أشخاص لديهم عيون براقة بالطاقة أو مشرقة بالطاقة. أنا أشاهد الكثير من المرات كل يوم كثير من الأشياء. إذا كان هناك أي أسئلة تودون أن تطرحوها، يمكن أن تكتبوها في مربع الدردشة. سأكون متواجدا لعشر دقائق للرد عن بعض الأسئلة، وأمل أن أعطيكم الإجابات عنها. شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا نيابة عن زملائي في كويت في فيجر انتربرايز وشركائي في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم، وسأقوم بمتابعة أي أسئلة يمكن أن تطرحوها في مربع دردشة خلال هذه الظروف الحالية. على الشركات أن تتخذ قرارات صعبة جدا تؤثر على الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر. كيف نقوم بإشراك الموظفين على الوقت القصير ونعمل أنهم متواجدين؟ هذا سؤال جيد. خلال المدى القصير إشراك الموظفين ذلك، إذا كنت تعمل عن بعد فهذه نقطة مهمة جدا. عادة عملي بأعبر الشارع من مكان عملي، فتقريبا عمرها
هناك مسافة اجتماعية نحافظ عليها، لذلك وكل يوم خميس نخرج لخارج البيت لنقوم بتقديم التحية لأعمال المساعدة الموجودة في، لأن نريد أن في الساعة الثامنة نريد أن نحيي كل العمال المساعدة في ذلك، نريد أن نقول لهم شكرا لكم على هذه الكعكة التي قدمتموها ونحن نقدمها، وهذا أمل أن تبقي آمنة، ويبدأون بالدروس الافتراضية أو بالفصول الافتراضية لمدرسة ابنتي في ذلك. أنا تسألنا من أين؟ أنا من كيرنزي، من جنوب أفريقيا أصلا. أرسل لهم بطاقة إذا كانت مدرسة، أرسل لهم إيميل، وأن تتحدثهم عبر السكايب وتحقق منهم، ليس بالإدارة الدقيقة أو تدخل بتفاصيل الإدارة اليومية، الأشياء الصغيرة أو شيء. هذه الطريقة التي تشتغل بها الأشخاص أو الناس. أنا أبحث عن شيء آخر، كيف يمكن أن أقوم بإشراك زملائي بشكل إيجابي؟ أن تجري محادثة معهم. سأذكركم نقطة أخرى سمعت عنها، عدد من الشباب في مساء الجمعة ذهبوا إلى مكان ألعاب الفيديو وقاموا بسباق سيارات. ابنتي كانت في البيت، لديها برنامج زوم ولديهم بيكر، يمكن أن يذهبوا لقيادة السيارة لمدة ساعة واحدة. في كل يوم على البرنامج، برنامج التلفزيون الإنجليزي، فلكيفية طبخ أو إعداد الكعكة يسلم يقوم بذلك، يقومون بالتجمع والإشراك في ذلك. كيف ترى العيون المشرقة في لدى الموظفين؟ هذا الأمر صعب، لا أريد أن أكون وقحا، لكن هذا هو جواب مباشر. إذا كنت لا تحب عملك حاول أن تغيره، وإذا كنت لا تستطيع تغييره ربما الوقت عليك أن تترك هذا العمل. أنا دائما أبدأ بشيء، أنا أخبر الناس إذا كنت لا تريد العمل في هذا المكان هذا خيارك، ابقى واشترك وقوم بأفضل ما لديك، أو غادر، اترك هذا العمل. أنا قمت بذلك، أخبرت بذلك عن عملي، إذا كان لم أحب عملي سابقا غادرت بدون أن يكون لدي عمل مباشرة أذهب إليه وأنتقل إليه، وبالتالي في اليوم التالي حصلت على عمل ذلك. كيف تقوم بتحفيز أو تشجيع شخص مصاص طاقة أو شيء؟ هنا نتكلم كما أقول بهم، صعب جدا، هؤلاء الأشخاص انفصلوا عنك. لأكون صريحا لا أعرف كيف يمكن أن نقوم بتحفيز، وأنا أحاول أن أشركهم وأن أعطيهم أشياء التي تعتبر ذات صلة، وأنا أحاول أن أشركهم بالاجتماعات وغيره، لكن هؤلاء هم الأشخاص الذين لا يريدون التغيير. فيمكن أن لا يمكن أن تضع جميع في مقدمة القارب، لتسألهم من خلال طرح الأسئلة عليهم ما هي معادلة الحياة والعمل بالنسبة لهم، ما الذي يفعلون، ولا الشيء يتغير، ليس لدي جواب على ذلك. ربما تكون في حياتهم سابقة أو شيء في الطريقة الصحيحة أو تنهي العمل معهم في ذلك. فأنا الحياة قصيرة جدا، لماذا أقوم بإحاطة نفسي بأشخاص سلبيين من حولي؟ أنا أحاول أن أجعلكم إيجابيين، لكن كما قلت في كتابي لذتهم الشخصية التي تحدثت عنها لا يريد التغيير، وفي كتابه بعد عديد ورش العمل التي أجريناها، إذا كان هناك أشخاص لا يريدون التغيير الوضع السيء، سأكون منفتحا وصريحا معكم. النقطة الأولى نحاول أن نضع في مقدمة المركب، أي ليكون ضمن المجموعة 20% التي تعمل بشكل إيجابي وبشكل أكثر مكان. كيف يمكن أن نحمي أنفسنا مع الأشخاص الذين لديهم سلبية أو الأشخاص السلبيين؟ لا تختلط معهم، وإذا كنت مضطر لذلك قلل هذا الاحتكاك قدر الإمكان، واختلط مع الأشخاص الذين أكثر إيجابية. شكرا لكم. هل يمكن أن تكرر الملاحظات الخمسة بشكل سريع جدا؟ ها أنتم، ابقى خارج الصندوق، اخرج من الصندوق، عليكم أن تروا وتشعروا بالتغيير، وأن نخلق منطقة راحة للأشخاص الإيجابيين الذين ينجزون أكثر ما هو مطلوب منهم، أن يكون هناك لحظات بالارتقاء، أو أفضل أن نسميها الملاحظات الاستراتيجية، لأننا نفكر بها، وأن نساعد الموظفين بأن يكون لديهم طاقة إيجابية مشرقة منهم.
كيف تقوم بإشراك التغيير بمجموعة من الأشخاص التي فيها مزيج من الثقافات المختلفة؟ نفهم الثقافة شيء بالنسبة للمسلمين. أريد أن أحييكم وأهنئكم بقدوم رمضان. لا أعتقد أن لدي كورونا بهذا السؤال. كل ثقافة مختلفة، ولكن في نهاية المطاف كلنا بشر، علينا أن نعامل الناس باحترام، فهم عبارة عن أشخاص، عن ناس، وليسوا مجرد موارد بشرية. ولكن ما تحاولون أن تفعلوه هو انظروا في الثقافات، عاملوا الناس بالطريقة التي تعتبر محترمة بالنسبة لهم، كلهم جاءوا من مصادر ومشارب مختلفة، إذا قمنا بذلك فالناس سيفهمون ويحترمون ما تحاولون عمله بالنسبة لهم. هذه نقطة صعبة والأمر صعبة. هل دائما أن أكون أحاول أن أحترم الجميع وأحترم ثقافاتهم وتعاليمهم المختلفة؟ أريد أن أهنئكم برمضان. هل هناك أي سؤال آخر؟ كيف نقوم بإشراك الموظفين أو 20% يكون منها مثلا بمرحلة الاحتراق النفسي؟ كلما كنتم أفضل كلما قدموا لك المزيد أو حملوك المزيد من العمل، وهذا دائما. كيف تمنع مثلا الأشخاص أن يحترقوا نفسيا بمكان العمل نتيجة الحمل أو العبء الكبير جدا من العمل الذي يلقى على عاتقهم؟ أنا كنت في دون السجن، عليك أن تأخذ استراحة معينة. لشخص ما قال لا أنا أحتاج إلى استراحة، علينا أن نتخطى ذلك، عليك أن تأخذ بعض الاستراحة والإجازة، اترك هاتفك جانبا لنهاية الأسبوع. وأنا كنت أقول مثلا أعطي مساحة لنفسي، أعطيهم مساحة معينة لنفسي. أحيانا عليكم أن تجبروهم على أخذ إجازة أو استراحة معينة. عندما كنت أدير شركتي فالناس يقولون إذا سافرتم في نهاية الأسبوع فهذا شيء إلزامي أن تأخذوا يوم الاثنين والثلاثاء إجازة، عليكم أن تمضوا وقتا مع عائلتكم، لا تعودوا الأحد مساء وتعودوا يوم العمل يوم الاثنين، عليكم أن تأخذوا عطلة نهاية الأسبوع. فأنتم في الشرق الأوسط عندما تعودوا إلى الأمور الروتينية في العمل، خذوا يوم خميس مثلا مع العطلة، خذوا السبت أو خذوا الأحد أو شيء، أن يكون هناك يوم إضافي أو آخر مع نهاية الأسبوع لكي تستمتعوا بنهاية الأسبوع. إذن نهنئكم برمضان. كيف نقوم بإشراك الأشخاص الضعيفين نفسيا؟ في نهاية المطاف أنت لا تتخلص من الشخص، إذا حاولت وحاولت وحاولت ولا يشترك الناس، عليك أن تتخذ قرارات صعبة. لهذا السبب نحن ندفع لقاء العمل لذلك. وصلنا لنهاية الوقت، آمل أنكم استمتعتم بهذه الويبينار وأجبت عن أسئلتكم بأفضل ما لدي. لا أدعي أن لدي كل الإجابات على الأسئلة. الملاحظة الأخيرة، استخدموا ذلك مع أطفالكم إذا كان لديكم أطفالكم. هذه الملاحظات الخمسة حاولوا أن تستخدموها لتقلل، فنحن موجودين عالقين في البيوت وعلى التصل نتكلم مع الكمبيوتر. أرجو منكم أن ضعوا كمبيوتركم جانبا، تحدثوا مع عائلاتكم، تحدثوا مع من حولكم. عندما تكونوا سعداء في البيت تكونوا سعداء في العمل. شكرا جزيلا لكم، أتمنى لكم الأفضل، وفي المستقبل القريب عندما نعود وجها لوجه أنا أفتر أريد أن أراكم في ورشة عمل وجها لوجه. شكرا لكم وشكرا لفيجر انتربرايز. وداعا. شكرا لك بول كوي، كانت هذه ويبينار رائعة، نقدر لك وقتك وجهدك معنا، شكرا جزيلا. في فيجر انتربرايز كشريك استراتيجي وحصري للسيد بول ركبي، نود ان نشكره ونشكر الجميع الانضمام لدينا في ورشه العمل هنا. تاكدوا بان بملء الاستبيان الذي ارسلناه في ايميلكم المسجل لدينا، بحيث نحصل نسخه من او خلاصه من هذا الويبينار. شكرا لكم فيجر انتربرايز وفي دي ال اتش، ابقوا امنين ونراكم قريبا. شكرا جزيلا، لا تنسوا ان تغسلوا ايديكم كما يقول بول.